خلينا نروح بقى لترند الاهلي وابرز الامور اللي على السوشيال ميديا اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، ونبتدي باليوم السابع واللي بتقول ان الاهلي يتصدر تصنيف انديه افريقيا والمركز 38 عالميا بفارق 115 مركزا عن نادي الزمالك، وده امر مهم جدا، وده من خلال موقع فوتبول داتابيز، واللي قال ان الاهلي تصدر تصنيف قائمه الفرق الافريقيه والعربيه واحتل المركز 38 عالميا وفقا لاحدث تصنيف برصيد 1722 نقطه في القائمه الذي يتصدرها طبعا بايرن ميونخ الالماني، حقق الثلاثيه التاريخيه طبعا النادي الاهلي بعد ما توج بطلا لمسابقه الدوري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر. خبر من ضمن الاخبار المهمه في الحقيقه يعني، والاهلي بيتصدر طبعا تصنيف الانديه الافريقيه، ده امر كنا دايما متعودين عليه من النادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى الاستمراريه وده امر مهم جدا. خلينا نروح لسوبر كوره وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا 60,000 جنيه لكل لاعب في الاهلي، مكافاه التتويج بكاس مصر، ده بيكون طبقا للائحه، لو في اي مضاعفات للمكافئات ولا حاجه دي ده امر بيرجع لاداره الكوره في النادي الاهلي، لكن كل الامور دي بتبقى مترتبه قبل انطلاق اي موسم. خلينا نروح ليلا كوره، ورئيس طبيه الاهلي يكشف حاله وليد سليمان وبيكم وجاهزيه ديانج، تصريحات كمان يعني هو ده قبل يعني خبر يعتبر قديم شويه، خلاص في اول حلقه اعلنت لحضراتكم شفاء وليد سليمان بعد ما اعلن اللاعب بنفسه على حسابه على الانستجرام انه شفي تماما فيروس كورونا هو واسرته، الف حمد لله على السلامه وليد سليمان. لسه بيكم ما تمش اعلان عن شفائه، ان شاء الله يشفى في القريب العاجل. ديانج خلاص اصبح جاهز للمشاركه في التدريبات بعد ما شفي من فيروس كورونا. هاخد الخبر الاخير ده قبل ما يطلع فاصل، وده من في الجول وحسابهم على تويتر، وبيقولوا مع نهايه سوق الانتقالات بالامس الدوري المصري نستعرض معكم ابرز الصفقات التي ابرمها فرق الدوري هذا الموسم. البدايه ستكون بالاهلي حامل اللقب، الاهلي عمل 8 صفقات منهم 6 لاعبين عادوا من الاعاره، هم 5 اللي عادوا من الاعاره من 6، هم هنا حاطين احمد رمضان بيكم انه راجع من الاعاره، احمد رمضان بيكم كان متباع اصلا لوادي دجله والاهلي اشتراه من وادي دجله مجددا، فبالتالي صفقات الاهلي الجديده بعد اغلاق سوق الانتقالات الصيفيه بالامس طاهر محمد طاهر، بدر بنون، واحمد رمضان بيكم. اللي رجعوا من الاعاره احمد ياسر ريان، ناصر ماهر، واكرم توفيق، ومحمد شريف، وصلاح محسن. باذن الله اتمنى لهم كلهم كل التوفيق مع النادي الاهلي في موسم جديد، ان شاء الله يكون على غرار الموسم السابق ويكون مليء بالانجازات للقلعه الحمراء.